وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا من الضفة الغربية محمد دراغمة، الكاتب والباحث السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور محمد، يعني ما رأيك في ما يدور الآن من قصف إسرائيلي في تلك الساعات على مخيم مدينة جنين؟ العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين ومدينة جنين كانت متوقعة من يوم الكمين المحكم الذي تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين في مخيم جنين، فبالتالي هذه العملية كانت متوقعة. فذلك الأمر يعني مصادر إسرائيلية قالت بأن العملية العسكرية ضد مدينة جنين ومخيمها اتخذت قبل حوالي أسبوعين وتم تأجيل تنفيذها إلى ما بعد عيد الأضحى. فبالتالي واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد حسب ادعائه بإحباط عمليات جديدة للمقاومة التي باتت مدينة جنين ومخيم جنين بالتحديد يعني مصدر لهذه العمليات. يعني الصورة غير واضحة حتى الآن إن كانت هذه العملية الإسرائيلية ستستمر لساعات أو لأيام، كونه لم يمر عليها أكثر من ساعة ونصف حتى الآن، ولكن يعني اللافت فيها هو بداية كان هناك قصف جوي إسرائيلي لمخيم جنين قبل الاقتحام، وهذا يذكرنا بما كان بالعام 2002 من عملية السور الواقي ضد المدن الفلسطينية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. فبالتالي حتى الآن يعني من غير واضح إلى أين ستذهب هذه العملية، هل ستكون عملية لساعات أم لأيام، غير واضح حتى الآن. أستاذ محمد، نحن نتحدث عن شهيد حتى الآن وعدد من الإصابات ربما، برأيك يعني هذه الأحداث المتكررة إلى أي مدى ستتواصل في فلسطين خلال الفترة الحالية؟ باعتقادي هذه يعني العدوان الإسرائيلي الجديد على مخيم جنين ومدينة جنين سيكون هو بمثابة يعني صب مزيد من الزيت على نار المقاومة الفلسطينية. وإذا عدنا يعني إلى الوراء خلال العام الماضي، كل العمليات النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية كانت بعد جرائم ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالتحديد. فبالتالي يعني العملية التي كانت آخر عملية للمقاومة التي قتل فيها 4 مستوطنين كانت بعد الكمين المحكم الذي تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. فبالتالي باعتقادي هذه العملية ستؤدي إلى توسع نشاط المقاومة في الضفة الغربية بشكل عام، ولا نستبعد يعني دخول قطاع غزة على خط المواجهة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما إذا يعني ارتكب الاحتلال مزيد من الجرائم أو استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مخيم جنين لعدة أيام، لا يستبعد أن تدخل غزة على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني أستاذ محمد، أنت ترى أن هذه العملية ربما ستكون موسعة لأن هناك حديثا عن اجتياح بري وأيضا جوي، والقصف بالطائرات بدأ منذ قليل على مخيم مدينة جنين، إذا أنت ترى أنها عملية موسعة وربما تستمر لأيام قادمة؟ يعني حتى الآن حتى الصحفيين الإسرائيليين الذين يعني فتحوا موجات مباشرة على الفضائيات الإسرائيلية هم نفسهم يتحدثون أن لا معلومات لديهم عن مدة هذه العملية، ويقولون قد تأخذ ساعات وقد تأخذ أيام. بمعنى آخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتحدث عن المدة الزمنية للعملية، وإنما تحدث عن الهدف العام لهذه العملية حسب ادعائه بأنه يريد إحباط عمليات للمقاومة ستخرج من مخيم جنين ومن مدينة جنين. كذلك الأمر ادعى بأن عملية القصف لمخيم جنين استهدفت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في مدينة جنين، ولكن لم يتحدث عن فترة زمنية لهذه العملية، وبالتالي يمكن القول بأن مدة العملية ستعتمد على المجريات العملياتية على الأرض. بمعنى انه هل سيتعرض جيش الاحتلال الاسرائيلي لمقاومه شديده خلال اقتحام المخيم جنين؟
هل سيدفع ثمن من جنوده؟ فبالتالي مجموعة من العوامل هي التي ستحكم مدى استمرار هذه العملية، إن كانت لساعات أو لأيام. ولكن بالمجمل الصورة غير واضحة، والاحتلال نفسه لم يتحدث عن فترة زمنية لهذه العملية، بالتالي كل السيناريوهات متوقعة. ولكن باعتقادي الشخصي يعني لن تكون عملية لساعات وفق حجم القوة التي دخلت إلى مخيم دينين، حيث أن التقديرات من شهود عيان ومن مصادر فلسطينية تقول بأن حوالي 150 مركبة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى مخيم ومدينة جنين. وكذلك الأمر أيضا، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يوزع بيانات ومنشورات لسكان مدينة جنين بأن الجيش دخل للتعامل مع المقاومين ومع المسلحين وليس مع المدنيين، وبالتالي إلزموا بيوتكم لكي لا تتعرضوا إلى خطر. وهذا يشير إلى أن العملية يعني ربما ستأخذ بعض الوقت، ولكن من الصعب تحديده حاليا. نعم أستاذ محمد دراغمة، الكاتب والباحث السياسي والخبير الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.